بسم الله الرحمن الرحيم، سنراجع مع بعض الفصل الرابع حساب المثلثات الجزء الثالث. أهدافنا في هذا الجزء إيجاد قيم دوال مثلثية بالاعتماد على دائرة الوحدة، استعمال خواص الدوال الدورية لإيجاد قيم دوال مثلثية، وصف دوال الجيب وجيب التمام والظل وتمثيلها بيانيا، وصف دوال مثلثية أخرى وتمثيلها بيانيا، إيجاد قيم الدوال المثلثية العكسية، وحل معادلات باستعمال الدوال المثلثية العكسية. إذا كانت النقطة B الإحداث السيني لها سالب 4 على 5 والإحداث الصادي لها سالب 3 على 5 تقع على دائرة الوحدة، فأوجد كوزين الثيتا. ذكرنا أن دائرة الوحدة هي دائرة مركزها منطبق على نقطة الأصل وطول نصف قطرها يساوي 1، وذكرنا أنه إذا قطع ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا المرسومة في الوضع القياسي دائرة الوحدة في نقطة ما لها إحداث سيني وإحداث صادي، فإن قيمة الكوزين لهذه الزاوية يساوي X، وقيمة الساين لهذه الزاوية يساوي Y. هذا مفهوم مهم جدا في دائرة الوحدة، في أي نقطة موجودة على دائرة الوحدة الإحداث السيني لها هو قيمة الكوزين والإحداث الصادي لها هو قيمة الساين. إذن الكوزين في هذه الحالة هو قيمة الإحداث السيني، وقيمة الإحداث السيني سالب 4 على 5. بالمثل هذا السؤال، لكن لاحظ أن الآن المطلوب الكوسيك ثيتا. في المفهوم الأساسي اللي درسناه، في المفهوم الأساسي يعطيني الساين ويعطيني الكوزين، يقول أن الكوزين هي قيمة الإحداث إكس سالب 4 على 5، والساين هي قيمة الإحداث الصادي سالب 3 على 5. لاحظ أن المطلوب هو الكوسيك. نعرف سابقاً أن الكوسيك هي مقلوب الساين، 1 على ساين. إذا عرفنا الآن أن الساين هي قيمة الإحداث واي وتساوي سالب 3 على 5، فالكوسيك هي مقلوب هذه القيمة، أي سالب 5 على 3. إذن قيمة الكوسيك للزاوية ثيتا هي مقلوب الساين. من الساين طالما النقطة تقع على دائرة الوحدة؟ إذا كانت النقطة تقع على دائرة الوحدة فإن واي هي قيمة الساين لهذه الزاوية، الزاوية ثيتا. إذن وبالتالي الكوسيك يساوي مقلوب الساين، إذن الكوسيك يساوي سالب 5 على 3. أوجد طول الدورة للدالة الممثلة بيانية الشكل المجاور. المفهوم الأساسي اللي حيساعدني في حل هذا السؤال إنه يقول للمفهوم يسمى النمط الواحد الكامل من هذه الدالة الدورية، وهي الدالة التي تتكرر، يسمى النمط الواحد دورة. في السؤال أين الدورة؟ الدورة هي النمط الذي يتكرر. إذا بالملاحظة نجد أن الجزء اللي بلون الأحمر هو النمط الذي سوف يتكرر، إذا هو الدورة. ما هو طول الدورة؟ لاحظ، وتسمى المسافة الأفقية في الدورة طول الدورة. يعني اللي باللون الأحمر هذه هي الدورة. كيف أحصل على طول الدورة؟ المسافة الأفقية على محور السينات. لاحظ أن البداية، بداية الدورة عند 5 ونهاية الدورة عند 10. إذن طول هذه الدورة المسافة من 5 إلى 10 كما نعرف تساوي 5. 10 ناقص 5 يعطيني 5. إذن طول الدورة الممثلة بيانياً يساوي 5. سؤال آخر، حدد طول الدورة للدالة الممثلة بيانياً. في البداية نريد أن نحدد الدورة. الدورة هي النمط الذي سوف يتكرر في الدالة الدورية، الجزء الذي سوف يتكرر في رسمة الدالة. لاحظ حددناه اللي هو باللون الأحمر. اللي باللون الأحمر هذا يسمى نمط، يسمى دورة. أما طول الدورة هو المسافة الأفقية للدورة، بداية الدورة عند 0 ونهاية الدورة عند 4. إذن 4 ناقص 0 يعطيني أن طول الدورة يساوي 4. أيا من الزوايا الآتية يكون الجيب والظل لها سالبين. بالاستعانة بدائرة الوحدة نعلم أن الجيب يتبع إشارة الواي. الواي أين تكون سالبة؟ الواي تكون سالبة في الربع الثالث والربع الرابع. إذن في الربع الثالث والربع الرابع إشارة الواي تكون سالبة.
السؤال لا يسأل فقط عن الجيب، وإنما يسأل عن الظل. في الربع الثالث الظل اللي هي التان، نحصل على التان من قسمة الساين على الكوساين. لاحظ أن الساين سالبة والكوساين سالبة، وسالب قسمة سالب يعطيني موجب. إذن في الربع الثالث الظل موجب. في الربع الرابع الظل هي قسمة الساين على الكوساين. لاحظ أن الساين سالبة والكوساين موجبة، سالب قسمة موجب يعطيني سالب. إذن في الربع الرابع يكون الجيب دائما سالب والظل دائما سالب. الزاوية الموجودة في الربع الرابع هي التي تحقق المطلوب. أي زاوية من هذه الزوايا موجودة في الربع الرابع؟ 65 أم 310 أم 120 أم 265؟ إذا نعلم أن الزاوية 310 هي الزاوية اللي في الربع الرابع، وبالتالي الجيب والظل لها سالبين. أوجد القيمة الدقيقة لكوتان 450. إذا كانت الزاوية المعطاة في السؤال أكبر من 360، نحن دائما نفكر بهذا القانون، بالغالب نفكر بهذا القانون، إن الساين للزاوية التي أكبر من 360 إذا كتبناها كحاصل جمع 360 زائد X يساوي ساين، والكوزاين لزاوية أكبر من 360 كتبناها كحاصل جمع 360 زائد X يساوي كوزاين X، وهذا ينطبق على جميع الدوال المثلثية، الساين والكوساين والسك والكوسك والتان والكوتان. طيب الآن الكوتان 450 نحن نعلم أنها أكبر من 360، أكبر من 360 بكم؟ ب90. إذا أنا فقط إني قلت أن 450 هي حاصل جمع 90 زائد 360. الخطوة اللي بعدها هطبق القانون، إذا كوتان هذه الزاوية يساوي كوتان الإكس. من الإكس؟ 90. إذا كوتان 450 يساوي كوتان 90. كيف حنحصل على كوتان 90؟ لاحظ أن مطلوب حل هذا السؤال بدون استخدام الآلة الحاسبة. أنا ممكن استخدم الآلة الحاسبة فقط للتحقق من صحة الحل. وصلنا مما سبق أن كوتان 450 يساوي كوتان 90. كيف حنحصل على كوتان 90؟ ولاحظ أن مطلوب حل هذا السؤال بدون استخدام الآلة الحاسبة، بالاستعانة بدائرة الوحدة. هذه هي الزاوية 90. كيف حاحسب الكوتان؟ بالاستعانة بمفهوم أساسي في هذا الباب، أن الكوتان تساوي حاصل قسمة الإكس على الواي. ما هي قيمة إكس؟ ما هو قيمة الإحداث في إكس لهذه النقطة؟ صفر، والإحداث الصاري 1. صفر على 1 يساوي صفر. إذا كوتان 90 يساوي صفر. كوتان 450 هي نفسها كوتان 90 وتساوي صفر. بالمثل أوجد القيمة الدقيقة لكوزاين 540. إذا كانت الزاوية أكبر من 360 في الغالب راح نفكر بهذا القانون. الآن بحاول أكتب 540 كحاصل جمع X زائد 360. ما هو العدد اللي إذا جمعناه مع 360 يعطيني 540؟ قيمة الإكس نجد أنها تساوي 180. إذن كوزاين 540 يساوي، فقط كتبت الزاوية كحاصل جمع، 540 هي حاصل جمع 180 زائد 360. إذ لم تحصل على قيمة الإكس بسهولة، جرب عملية الطرح. 540 اطرح منها 360 حتى نحصل على 180. الآن بتطبيق القانون كوزاين 540 يساوي كوزاين الإكس. من الإكس؟ 180. إذا كوزاين 540 يساوي كوزاين 180. وصلنا إلى أن كوزاين 540 تساوي كوزاين 180. كيف حنحصل على كوزاين 180 بدون استخدام الآلة الحاسبة؟ من دائرة الوحدة. هذه هي الزاوية 180. نحن نعلم أنه في دائرة الوحدة الكوزاين لأي زاوية يساوي قيمة الإحداث X عند هذه الزاوية. عند هذه الزاوية كم قيمة الإحداث X؟ لاحظ نتكلم عن دائرة الوحدة، إذا نتكلم عن المسافة المقطوعة هذه، لكن هذه المسافة كما نعلم هي دائرة وحدة،
طول القطر يساوي 1، لكن لأن في مستوى إحداثي في اليسار، إذا قيمة x هنا تساوي سالب 1، إذا x تساوي سالب 1، بالتالي الكوزين تساوي 180. لاحظ إني ممكن أيضا أستخدم هذا المفهوم، إن الكوزين للزاوية يساوي x على r. اتفقنا إن ال x سالب 1، ما هي r؟ r هي البعد بين النقطة ونقطة الأصل. لاحظ أن البعد في هذه الحالة مسافة أفقية ويساوي طول نصف القطر، وطول نصف القطر هنا يساوي 1، والقسمة على 1 ليست ذات أهمية. إذا إما أن يقول أن كوزين الثيتا تساوي x على r والr يساوي 1، أو أن يقول أن الكوزين ثيتا تساوي x. هذا الكلام فقط في دائرة الوحدة. إذا كوزين 180 يساوي قيمة الإحداث x ويساوي سالب 1. أي من الزوايا الآتية تحقق أن تان الثيتا يساوي جذر 3 على 3؟ هذا السؤال يحتاج مني تفكير قليلاً، ويحتاج مني الاستعانة بهذا المفهوم. نحن نعلم أن الساين والكوساين والتان لأي زاوية تنتج من جمع 360 إلى الإكس أو جمع مضاعفات 360 إلى الإكس هي نفس ساين وكوساين وتان الزاوية إكس. طيب، بالتفكير في الزاوية، أريد زاوية الآن تنتج من جمع 360 مع زاوية مشهورة، مع زاوية معروفة. إذا فكرنا في الخيارات، ما في زاوية 360 زائد زاوية من الزوايا المشهورة المعروفة تحقق أن التان لهذه الزاوية يساوي جذر 3 على 3. مو شرط 360، ممكن يكون مضاعفات ال 360، 360 في 1، 360 في 2، 360 في 3، 360 في 4 وهكذا. لاحظ انه 360 في 5 يعطيني كم؟ يعطيني 1800. 1800 زائد 30 يعطيني هذه الزاوية. إذا ببدأ أفكر في هذه الزاوية. هذه الزاوية هي تنتج من جمع 1800 زائد 30. ميزة 30 أنها زاوية مشهورة. ميزة 1800 بالضبط أنها تنتج من مضاعفات 360. بالتالي أستطيع استخدام هذا القانون. إذا تان لهذه الزاوية اللي هي الكبيرة جدا 1830 يساوي تان 30. هذه الزاوية 30، وإحنا قلنا دائرة الوحدة يجب أن تكون حاضرة في ذهني. تان 30 يساوي حاصل قسمة الساين على الكوساين، حاصل قسمة نصف على جذر 3 على 2 كما نعرف هو جذر 3 على 3. إذا تان 30 يساوي تان 1830 وتساوي جذر 3 على 3. في درس تمثيل الدوال المثلثية بيانياً، لاحظ لدي عدة من المفاهيم في هذا الدرس. إما أنه أكون عارفة هذه المفاهيم وأطبقها بشكل مباشر للإجابة على أي سؤال، أو أنه أمثل بيانياً بالاستعانة بالآلة الحاسبة ومن التمثيل البياني وأجيب على الأسئلة المطلوبة مني. أوجد السعة بهذه الدالة. كما نعرف أن السعة للدالة التي ليست دالة أم، ليست الدالة الأساسية، يساوي القيمة المطلقة لA. طب كيف نعرف الA؟ لاحظ، حنكتب الصورة العامة. Y يساوي A كوزين B ثيتا. من هي الA؟ الA هي العدد المضروب في الدالة المثلثية. بالمقارنة الصورة العامة بالسؤال، نجد أن الA تساوي 3، وبالتالي السعة تساوي القيمة المطلقة للثلاثة. والقيمة المطلقة للثلاثة كما نعرف هي 3، إذا الجواب يساوي 3. ما طول الدورة في التمثيل البياني للدالة y يساوي 3 كوزين 4 ثيتا؟ إذا بالاستعانة بالمفهوم الأساسي، لاحظ أنه المفهوم الأساسي هذا مهم جدا أن يكون حاضر في ذهني. طول الدورة للدوال الكوزين والساين التي ليست الأساسية، ليست الأم، يساوي 360 على القيمة المطلقة لبي. كيف أحصل على البي؟ بكتابة الصورة العامة. y يساوي a كوزين b ثيتا. لاحظ أن البي هي العدد المضروب في الزاوية. من العدد المضروب في الزاوية في السؤال؟ 4. إذا طول الدورة يساوي 360 على القيمة المطلقة لـ4. إذا 360 بالقسمتها على 4
نجد أن الجواب يساوي 90. إذا طول الدورة في التمثيل البياني يساوي 90، وعند تمثيلها بيانيا نجد فعلا أن هذه الرسمة تتكرر كل 90 درجة. ما طول دورة الدالة واي يساوي 2 تان 2 على 3 ثيتا؟ لاحظ أن مفهوم الأساسي لدالة التان طول الدورة يساوي 180 على القيمة المطلقة لبي. ما هي بي؟ بي هي دائما العدد المضروب في الزاوية. من العدد المضروب في الزاوية؟ 2 على 3. لاحظ أن طول الدورة يساوي 180 قسمة 2 على 3. الكثير يخطئ عند حساب طول الدورة لهذا السؤال، يقول 180 في 2 على 3، والصحيح لا، إنه حقول 180 قسمة 2 على 3 بتطبيق ما نعرفه في قسمة الكسور. إذا هذا يساوي 180 في 3 على 2، إذا يساوي 180 على 2 حيعطيني 90، و90 في 3 270، إذا طول الدورة يساوي 270 درجة. طول دورة دالة كوتان ثيتا، لاحظ أن المفهوم الأساسي لدالة الكوتان هذه الدالة هي تقريبا مقاربة لهذه الدالة. عشان نعرف طول الدورة أنا ما يهمني العدد المضروب في الدالة، لا، يهمني العدد المضروب في الزاوية. لاحظ أن العدد المضروب في الزاوية هنا 1، إذا مباشرة حطبق المفهوم الأساسي طول الدورة هنا يساوي 180. إذا الإجابة الصحيحة هي 180. هنا لاحظ أن العدد المضروب في الزاوية 1، وهنا العدد المضروب في الزاوية يساوي 1، وإلا إذ لم يكن العدد المضروب في الزاوية يساوي 1 هنقول 180 قسمة القيمة المطلقة لبي، حيث البي هي العدد المضروب في الزاوية. سنختم هذا الدرس بهذا السؤال. هذا السؤال يبحث عن نقاط تقاطع دالة الكوزاين مع المحور ثيتا، ويبحث عن نقاط تقاطع دالة الساين مع المحور ثيتا، ويبحث عن خطوط تقارب رأسية لدالة التان. رح نتذكر المفاهيم الأساسية اللي رح تخدمني في حل هذا السؤال. لاحظ نقاط تقاطع دالة الكوزاين في الدورة الواحدة، في الدورة الواحدة توجد نقطتين. النقطة الأولى هي مكتوبة هنا رمزا. ماذا يعني هذه النقطة؟ هذا الرمز ماذا يعني؟ يعني ربع الدورة، ربع الدورة مع الصفر، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ثلاثة أرباع طول الدورة مع الصفر. طيب بالنسبة للدالة هذه في فقرة A، ما هو طول الدورة؟ نحن نعرف أن طول الدورة 360 على البي، يعني 360 على 2. 360 عند قسمتها على 2، إذا طول الدورة يساوي 180. الآن نطبق المفهوم الأساسي، ربع 180، كم ربع 180؟ نعلم أن ربع 180 هي 45، إذا النقطة الأولى تنتج من 45 وصفر. النقطة الثانية ثلاثة أرباع الدورة والصفر، اتفقنا أن الدورة طولها 180، ثلاثة أرباع في 180 رح يعطينا 135، إذا النقطة الثانية 135 مع الصفر، إذا الجواب الصحيح، لاحظ أن هذه النقطة الأولى 45 وصفر، والنقطة الثانية 135 وصفر. السؤال الثاني، ما نقاط تقاطع دالة واي يساوي 3 ساين 3 ثيتا؟ نعرف أن دالة الساين تتقاطع مع المحور ثيتا في الدورة الواحدة في ثلاث نقاط، في ثلاث نقاط مثل ما يقول المفهوم الأساسي، واحدة منهم نقطة مرة مشهورة ما يحتاج مني أي تعويض اللي هي 0 و0. إذا الآن هذه ممكن تكون الجواب، نلاحظ أن السطر الأول ممكن يكون الجواب، والسطر الثاني هنا ممكن يكون الجواب. عشان أبدأ أختار أرجع للمفهوم الأساسي. المفهوم الأساسي كان يقول الإحداثي X هنا هو نصف طول الدورة مع الصفر، وهنا طول الدورة مع الصفر. برجع للدالة ساين 3 ثيتا. ساين 3 ثيتا ما هو طول الدورة لهذه الدالة؟ 360 على 3 يساوي 120. إذن رح تكون نقطة التقاطع الأولى نصف 120. كم نصف 120؟ 60. إذن 60 وصفر.
هذه نقطة التقاطع الأولى. ونقطة التقاطع الثالثة هي طول الدورة مع الصفر. كم طول الدورة مع الصفر؟ طول الدورة كما نعرف 120، إذا 120 مع صفر، إذا توجد 3 نقاط، الأولى صفر وصفر، النقطة الثانية نصف طول الدورة، يعني نصف 120، نصف 120 60 مع صفر، والنقطة الثالثة طول الدورة مع الصفر. إذا الجواب الصحيح هو السطر الأول، هو جواب لفقرة ب. أخيرا عشان نوجد خطوط التقارب الرأسية لهذه الدالة، تكون خطوط التقارب الرأسية عند المضاعفات الفردية للعدد التالي. هذا العدد كيف نقرأه لفظيا؟ نصف طول الدورة. ما هو طول الدورة بالنسبة لتان 3 ثيتا؟ نحن نعرف أن طول الدورة يساوي كما هو واضح من المفهوم الأساسي 180 على ب. ما هي البي؟ 3. 180 على 3 يساوي 60. وخطوط التقارب تكون موجودة عند نصف طول الدورة، إذا عند ماذا؟ عند 30. عند 30 وعند المضاعفات الفردية للثلاثين. لاحظ أن الستين ليس مضاعف فردي للزاوية، ليس مضاعف فردي للثلاثين، إذا هو إجابة غير صحيحة. أقدر أحصل على هذه الإجابات أيضا بطريقة ثانية بالتفكير. إن لاحظ أنه عشان أتأكد أنه حلي صح، إذا عوضنا عن الزاوية 45 مثلا في فقرة A، إذا عوضنا هنا 2 في 45 واستخدمنا الآلة الحاسبة، سوف نجد أن كوزاين الزاوية 2 في 45 يعطيني صفر. أيضا لو عوضنا عن كوزاين 2 في 135 رح يكون الجواب يساوي صفر. إذا عوض عن قيمة الثيتا بالزاوية وتجد أن الجواب فعلا يساوي صفر. هنا أيضا بالنسبة للساين ممكن أقول إني شاكة إن إجابتي هي فقرة B هي الصحيحة. عوض عن الزاوية ثيتا بالستين تجد أن الجواب يساوي صفر. عوض عن الثيتا بالزاوية 120 تجد أن الجواب يساوي صفر. أما بالنسبة لخطوط التقارب، إذا عوضنا عن الزاوية ثيتا بثلاثين، ثلاثة في ثلاثين يعطيني 90، وتان 90 لو جربت إيجادها في الآلة لا يمكن إيجادها. إذا توجد أصلا خطوط التقارب عند الزوايا التي لا يمكن إيجاد التان لها، أي أن التان عند هذه الزوايا غير معرفة. اكتب المعادلة ساين واي يساوي اكس على صورة دالة عكسية. كما نعرف من دراسة هذا الباب ومن دراسة المواضيع السابقة تتعلق بالدوال العكسية، نعلم أن الإجابة الصحيحة هي أن الواي يساوي معكوس الجيب للإكس. إذا الجواب الصحيح هو فقرة A. أوجد قيمة تان أرك كوزاين للنصف. لاحظ أني أقدر أجيب هذا السؤال أحله باستخدام الآلة الحاسبة أو بدون الآلة الحاسبة. خلونا نفكر بدون الآلة الحاسبة. نعرف في الرياضيات أنه عند إيجاد قيمة عبارة ما، نبدأ في اللي داخل القوسين. اللي داخل القوسين هذه كما نعرف هو رمز دالة جيب التمام العكسية. ببدأ أسأل نفسي ما هي الزاوية التي لها الكوزاين يساوي نصف؟ ما هي الزاوية التي الكوزاين لها يساوي نصف؟ ونعلم أن مدى دالة جيب التمام العكسية هو محصور بين الصفر والمية والثمانين. إذا بالتفكير في دائرة الوحدة نجد أن الدالة التي تحقق هذا الشرط أن الكوزاين لها يساوي نصف وهي محصورة من صفر إلى 180 هي 60. إذا الآن أصبح ناتج ما بداخل القوسين 60. الخطوة اللي بعدها تان 60. طب كيف نحصل على تان 60؟ بساين 60 على كوساين 60. كم ساين 60؟ جذر 3 على 2 على نصف. بإجراء عملية القسمة نجد أن الجواب الأخير جذر 3. جذر 3 غير موجود في الخيارات. لاحظ أن الخيارات مكتوبة بصورة عشرية. كما نعرف أن جذر 3 يساوي تقريباً 1.7 أو 1.73. إذن الجواب الصحيح هو فقرة C. أو ممكن أن يستعين بالآلة الحاسبة، بكتب تان وبعدين عشان نطلع هذا الرمز اللي هو دالة جيب التمام العكسية، لاحظ بضغط شيفت بعدين كوزاين
بعدين النصف، بعدين يساوي، سوف يكون الجواب جذر 3. إذا ما عرفت أن جذر 3 هي 1.73 بالضغط على هذا الزر، لاحظ الزر هذا اللي مكتوب عنده S وسهمين ودي، هذا الرمز أو هذا الزر يطلع لي الناتج بصورة عشرية. إذا نجد أن الناتج حيساوي 1.73. أوجد قيمة كوتان لأرك كوزاين سوتس. مثل هذا السؤال قد يصعب عليه حله بدون استخدام الآلة الحاسبة، والسبب فيما بداخل القوسين، ما هي الزاوية التي الكوزاين لها يساوي سوتس؟ هذا غير معروف بالنسبة لنا، إذا رح نستعين بالآلة الحاسبة. لاحظ في الآلة الحاسبة العادية لا يوجد زر للكوتان، إذا رح نطبق ما نعرفه عن إنه الكوتان هي مقلوب التان. إذا حنكتب كسر، هذا الكسر بسطه فيه الواحد، وفي المقام نضع التان. إذا نحن نعلم أن الكوتان هي 1/تان، الآلة ما فيها كوتان، عشان كذا نكتب 1/تان. وبعدين عشان نطلع الآرك كوزاين حنضغط شيفت وزر الكوزاين. لاحظ أن هذا الرمز الآرك كوزاين هو مكافئ لهذا الرمز. وبعدين حنكتب الكسر الموجود اللي هو سوتس. إذا انتهينا وقفلنا الأقواس، رح نضغط يساوي، نجد أن الناتج يساوي تقريبا 17%. أوجد قيمة ما يلي لسالب 1. هذا الرمز يقرأ دالة الجيب العكسية لسالب 1. تذكر أن عند حساب قيمة معكوس دالة مثلثية فإن الناتج يجب أن يكون قياس زاوية. إذن أنا متوقع أن الناتج يجب أن يكون زاوية. عشان أحل هذا السؤال أقدر أفكر فيه بدون استخدام الآلة بالاستعانة بدائرة الوحدة. تذكر أن مدى دالة الجيب العكسية هي زاوية محصورة من سالب 90 إلى 90. إذن الزاوية التي أريد البحث عنها هي زاوية محصورة بين الزاوية سالب 90 والزاوية 90. في المفهوم الأساسي لهذا الدرس يعطيني أن المدى محصورة بهذا الشكل. الآن أريد البحث عن زاوية الساين لها يساوي سالب 1. بمعنى آخر أن قيمة الإحداث الصادي لهذه الزاوية يساوي سالب 1. لاحظ قيمة الإحداث الصادي اللي باللون الأحمر، متى يكون الإحداث الصادي يساوي سالب 1؟ عند هذه الزاوية. ما هو مقدار هذه الزاوية؟ لاحظ أن نقول المدى محصور بين سالب 90 و90 فقط، هذه الزوايا التي أريد الاختيار منها. هذه الزاوية كما نعرف من دراستنا لهذا الباب هي الزاوية سالب 90. إذا الجواب الصحيح سالب 90. أقدر أحصل على هذا السؤال أيضا باستخدام الآلة الحاسبة، أضغط شيفت بعدين الساين بعدين القيمة الموجودة في السؤال سالب 1 ويظهر أن الجواب سالب 90. بالمثل حل المعادلة الآتية، y يساوي دالة الجيب العكسية لجذر 3/2. يعني ما هي الزاوية التي الجيب لها يساوي جذر 3/2؟ إذا تذكر أنه عند حساب قيمة معكوس دالة فإن الناتج اللي أنا أبحث عنه هو ناتج قياس زاوية. بالاستعانة بدائرة الوحدة وبتذكر المفهوم الأساسي لهذا الدرس أن مدى دالة الجيب العكسية محصور بين سالب 90 و90. إذا فقط هنا من سالب 90 أريد البحث عن الزوايا من سالب 90 إلى أن أصل إلى 90. ما هي الزاوية التي الساين لها يساوي جذر 3/2؟ مباشرة سوف أستبعد هذا الربع. لماذا؟ لأن الساين في هذا الربع سالبة، والقيمة اللي أنا أبحث عنها هنا موجبة جذر 3/2. إذا أريد التفكير فقط في الربع الأول، ما هي الزاوية التي الساين لها يساوي جذر 3/2؟ لاحظ أريد البحث عن زاوية قيمة الإحداثي الصادي عندها يساوي جذر 3/2. من الرسمة ومن معلوماتي السابقة نجد أن هذه الزاوية هي الزاوية 60. عند الزاوية 60
قيمة الإحداث الصادي يساوي جذر 3 على 2، وبالتالي الساين للستين يساوي جذر 3 على 2. أقدر أحل السؤال باستخدام الآلة الحاسبة، شيفت بعدين ساين بعدين نفس الكسر المعطى عندي في السؤال بنفس الإشارة، لاحظ جذر 3 على 2، نجد أن الزاوية المطلوبة والتي تحقق هذا السؤال هي زاوية 60. فيما يلي ملخص سريع للدرس السادس. وملخص للدرس السابع، تمثيل الدوال المثلثية بيانيا. وملخص للدرس الثامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.